استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر الرفاعة اليوم السفير خالد يوسف الجلاهمة حيث أعرب سموه عن تهانيه بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيينه رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة اسرائيل، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة من خلال تأكيد نهج مملكة البحرين الساعي لتعزيز أسس للسلام والتسامح، بما يرسخ ركائز التنمية والاستقرار بالمنطقة والعالم.